ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا غصبوها حقها جهرا ومن عجب أن تغصب الزغرى جهارا. ليلة شهادة النبي صلى الله عليه وآله احنا في هذا المكان الطاهر في هذه الأرض الطيبة. لم يخلف أحمد إلا ابنة ولكم أوصى بها القوم مرارا غصبوها حقها جغرا ومن عجب أن تغصب الزغرى جغارا. ملحاها إذ بكت والدها ملحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبك ليلا أو نغارا ملحاها إذ بكت والدها ملحاها إذ بكت والدها قائلا فلتبك ليلا أو نغارا ويحهم ما ضرهم لو بكيا ويحهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا. إيش قد تبقى هي 40 يوم 90 يوم بالزايد. ويحهم ما ضرهم لو بكيت بضعة المختار أياما قصارا من عدا ظلما على الدار التي اتخذت الإنس والجن مزارا. والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزغرى مرارا. والنبي المصطفى كم جاءها هذه الدار والنبي المصطفى كم جاءها يطلب الإذن من الزغرى مرارا وعليها هجم القوم ولم تك لا فتلا وعلياها الخمار وعليها هجم القوم ولم يا وصف واقع وعليها هجم القوم ولم تك لا فتلا وعلياها الخمار لا تسلني كيف ربوا ضلعا. مثل هالايام لا تسلني كيف رضوا ضلعها واسألن الباب عنها والجدار واسألن الباب عنها والجدار وهل المسمار موتور لغا المسمار موتور لغا فغدا في صدرها يطلب ثارا والله فغدا في صدرها يطلب ثارا زين بتعاين الأم هبيا وضع يا باب يا وضع ايد فوق العين ويد على الضلع تعاين امهم قب عبضيم الدغر تشتي حالة العلي فارس مضار تقول له بعيونك شفت ضلع انكسار وشفت سطرة قنفذ الخل الطبع انت حادر بالحرب ما لك مثيل وانت وقت الضيج حمايل دخيل ودخلت عندك بدمع اللي يسيل انت حادر بالحرب ما لك مثيل وانت وقت الضيج حمايل دخيل ودخلت عندك بدمع اللي يسيل والدخيل العرب توقف لدرعه ليش موقفك لي ويا عاد اللي يطيح بمازمه بس يصيح بصوت يا حامل والله يا عاد يا عاد يا عاد اللي يطيح بمؤزمة بس يصيح بصوت يا
حامي الحمى تقضي الشتة بالأرض لو بالسماء، وأنا قدامك طفى ونور ليشع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. البارحة قلت كلام مهم يرتبط برسول الله من جهة وبإمامنا الرضا من جهة أخرى. أذكر بما قلته ليلة البارحة حتى الليلة أكمله، ويعني أبين باختصار طبعا وأكمل ما توقفت عنده ليلة البارحة. اللي قلت البارحة هو الآتي: أكو عندنا مادة قرآنية أو مادة عربية استعملها القرآن الكريم وهي مادة رفعة، وقلت بأن الرفعة في لغة العرب بخلاف الوضع. هذا واحد. اثنين، قلت هاي المادة مادة رفعة، القرآن استعملها برفع مادي، والقرآن استعملها برفع معنوي، والقرآن استعملها برفع مادي معنوي، وكل واحدة من هاي الأقسام جبت لها مصاديق قرآنية. يعني القرآن الكريم لما يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يرفع هنا الرفع مادي، طابوقة على طابوقة، رفع بناء واضح، رفع مادي. القرآن مرة يقول رفعنا بعضهم فوق بعض، هنا الرفع ايش راح يصير؟ معنوي واضح. مرة الرفع يكون مادي معنوي: في بيوت أذن الله أن ترفع. هسه هاي إذا كانت بيوت سكناهم ترفع وتشيد، قبورهم ترفع وتشيد، هذا رفع مادي. مرة كما في رواياتهم، وجبت الرواية البارحة في الكافي الشريف، أنه الإمام يقول له في بيوت أذن الله، نحن البيوت، الإمام يقول له إحنا البيوت اللي أذن الله أن ترفع، نحن إتش. الإمام يقول للقتادة، يقول له أنت أمام بيوت أذن الله أن ترفع، يعني الباقر هو بيت من بيوت الله اللي أذن أن ترفع. أنا بعد واضح المقصود الرفعة معنوية. فهاي الآية رحمها يتسع لرفعة مادية ولرفعة شنو؟ معنوية. زين، ثم قلت أن الرفعة في القرآن الكريم على نوعين. النوع الأول أو على مرحلتين، تقدرها متعبر على مرحلتين. المرحلة الأولى رفعة في الدنيا ولها مصاديق. المرحلة الثانية رفعة في الآخرة. أحاول الليلة أتكلم عنها بمقدار ما، لأنه البارحة تكلمت موارد ومصاديق الرفعة في الدنيا. مثل شنو الرفعة في الدنيا؟ القرآن تناول، ما أدري الأحبة وياي لو مو وياي، تكون تبقون وياي حتى أبدي بالبحث. بعدني صنعًا ما بادي بالبحث، أنا كله قاعد أذكر البينت البارحة بساعة، قاعد ألخصها بدقائق. مصاديق الرفعة في الدنيا: مثلا رفعة الأنبياء، وجبت لها مصاديق. اثنين، رفعة الأئمة، علو الأئمة، جبت لها مصاديق من القرآن. ثلاثة، رفعة المؤمنين، رفعة شنو؟ المؤمنين، وجبت لها أيضا مصاديق أو مصداق من القرآن الكريم. أربعة، مثلا رفعة البيت الحرام، هذا البارحة ما قلته، رفعة البيت الحرام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل. خمسة، رفعة أو علو بعض البشر على بعض لخصائص فيهم ولضرورات معينة، وهذا بحث مفصل إلى وقت الآن ما أريد أطرح، ما أريد أدخل بتفاصيل. هاي مصاديق الرفعة في الدنيا. أما الرفعة في الآخرة، نرفع من نشاء درجات كما يعبر القرآن الكريم، وللآخرة القرآن الكريم يقول أكبر درجات وأكبر تفضيل في الآخرة. يعني أنت هنا شقد مقامك يعلو، في الآخرة شي يكون أضعاف، دباوعلي، في الآخرة شي يكون أضعاف اللي عندك هنا. القرآن الكريم يقول لنا شقد يرتفع مقامك درجاتك بالآخرة. الرفعة يعني
تعال شلون ابين هذا الشيء؟ نظام الدرجات في الاخره يختلف، طبعا مو خلي اعبر تعبير ادق، نظام الدرجات في العالم الاخر يختلف عن نظامه في هذا العالم. هسه تقول لي هذا الحكي ايش تستفيد منه؟ هواي امور نستفيد منه، هواي امور نستفيد منه. الان راح ابين لك بعض. ليش اقول لك ابقى وياي؟ هنا أنا اكو فتح، هذا الامر اذا عرفناه راح يفتح لنا فتح كبير في معرفة كثير من النصوص الدينية اللي توقف البعض عن قبولها. يقول ايش دعوة؟ الان راح ابين لك. حساب العالم الاخر غير حساب هذا العالم. فلما تشوف أرقام كبيرة بذاك العالم لا تستغرب، لأن هو ذاك العالم نظامه قوانينه حساباته تختلف بشكل كامل عن قوانين وأنظمة وحسابات هذا العالم. هاي فد مسألة كلش مهمة، أتمنى من الأحبة يلتفتولها. تقول لي وضح. ولهذا القرآن لما يتكلم عن رفعة الدرجات يقول بالآخرة أعظم، أكبر درجات وتفضيلة، أكبر بالآخرة، أكبر. إيش نعطيك هنا هناك أضعافه؟ تقول لي شلون وضح؟ أبين لك أصل الفكرة، خلي أثبتها وبعدين أجي أصل الفكرة، خلي أثبتها بس باوعي. إحنا هنا عندنا اليوم مقياس الساعات ايش قد كم ساعة؟ ها؟ 20 ساعة. كم دقيقة؟ كم ثانية؟ كم كم؟ حسابات معروفة، كلها معروفة. والله انتقل لي بيوم بذاك العالم. خل نقفز من هذا العالم ذاك العالم ونشوف اليوم هنا شنو وهناك شنو. نفس الشيء لو يختلف. ها ألف اختلف، يعني اختلف الحساب يوم اختلف. اختلف إن يوما عند ربك شنو؟ كألف سنة مما تعدون. اليوم عدنا يساوي ها ألف سنة عدكم. شو من حساب هذا؟ هذا شو من حساب هذا؟ إن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. فصار أكو عندنا يوم تقليدي نعبر عنه اللي هو هذا إحنا عايشين به، وصار أكو عندنا يوم آخر ما أدري شنو عبر عنه، نسبي مثلا عبر عنه يوم نسبي، ما أعرف، كنت تختار له أنت في العنوان ما أدري. يوم في عالم آخر يعادل ألف سنة بهذا العالم. حساب هناك اختلف. زين اذا تلتفتولي القرآن ذكر بس هذا يو ذكر شيء اخر؟ ذكر شيء اخر القرآن. اذا تلتفتون القرآن هم ذكر شنو؟ شيء اخر هم ذكر. شلون تعرج الملائكة والروح في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ اكو بالعالم الاخر يوم يعادل 1,000 سنة، واكو بالعالم الاخر يوم يعادل 50,000 سنة عدي وعدك. يوم بحسابنا 50,000 سنة، ذاك العالم يعتبر يوم واحد. زين شنو هذا؟ شنو هذا؟ يختلف، كل شيء يختلف. اترك الحساب باو علي، اترك الحساب، انتقل الأمر آخر. أنا عندي هنا بالدنيا شجرة مال تفاح، إذا أهتم بيها وأعالجها وأهتم بسمادها وسقيها وإلى آخره طلع لي في موسمها تفاح، بعد ما طلع لي برتقال ولا طلع لي أمر آخر. أما لما تنتقل لذاك العالم الشجرة بذاك العالم
كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، أن شجرة واحدة شنو ها تطلع كل الأنواع، تختلف يعني تختلف. هنا الشجرة لما تقطع ثمرتها رأسا ما تطلع ثمرة ثانية، تحتاج وقت وتحتاج شغل وتعب. تراثنا الديني ونصوصنا الديني تقول هناك الشجرة بس تقطع منها الثمرة رأسا تطلع ثمرة بمكانها. القرآن الكريم حتى هذا مو فقط في تراث الأئمة عليهم السلام، حتى في القرآن الكريم لا مقطوعة ولا ممنوعة. القرآن الكريم يعبر، فانت شو ما تقطع تطلع. بهذا عالمنا ما يصير الجحش، الجحش ما يصير، ذاك العالم يصير. بهذا العالم لما تشتهي ثمرة كون انت تروح برجليك تقتطف الثمرة او تقتطع تقتطف كيفك ثمرة، واذا الثمرة عالية كون تخلي درج وتصعد تاخذ الثمرة، او تصعد الشجرة تاخذ الثمرة، او تصعد النخلة تاخذ التمر. بذاك العالم القرآن الكريم يقول لما تشتهي ثمرة هي الشجرة تدز لك الغصون ويكون يمك الغصون تاخذها. وهذا القرآن اقول هسه يعني قرآن ايش يقول؟ قرآن يعبر عن ذللت، احسنتم قطوفها تذليلا، ذللت يعني شنو؟ يعني شنو تحتاجون هي الشجرة شنو؟ تسوي لك هي تجيك مذللة إلك، مذللة ذللت إلك. أقول هناك يختلف عن هنا، بأي مجال من المجالات تخلي ببالك أكو اختلاف، أكو اختلاف. ولهذا من تجيك نصوص بها حسابات ذاك العالم وانت عايش على حسابات هذا العالم وما تفرق بين الحسابين، لعله تستثقلها تستصعبها ما تستمرئها ما تهضمها، شو تعبر كيف، هاي فد مشكلة. أما إذا تخلي فرق بين هذا العالم وذاك العالم راح تقبل هذا الموجود في بعض النصوص، راح تقبله. أقول هاي فد نقطة منهجية معرفية ومنهجية على أساسها راح تفهم كثير من النصوص الدينية. أتمنى الإخوة يلتفتون لهذا، هذا مفتاح منهجي معرفي لمعرفة كثير من النصوص الدينية اللي جاءتنا واللي البعض ما يتحملها ما يفهمها. تقول ايش تقصد؟ باوعلي باوعلي ايش تقصد؟ يعني شنو نصوص البعض ما يتحملها ما يفهمها ما يهضمها ما يستمرئها؟ مثلا شنو من هاي النصوص؟ مثلا مثلا على سبيل المثال من قرأ السورة الفلانية فله ألف ألف كذا وحطت عنه ألف ألف كذا. أكو عندنا تشوف النصوص يوم ما عندنا رفعت له ألف درجة أو وأعطي ألف حسنة وشنو وضعت منه أو عنه ألف شنو سيئة أحسنتم. تقول إيش دعوة هي؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد إيش دعوة ألف حسنة وحطت ألف سيئة ورفعت ألف درجة، وبعض الروايات تقول مئة ألف، بعض الروايات تقول ألف ألف يعني مليون. إيش دعوة هي سورة قرأتها ما تطول نص دقيقة شنو؟ فالبعض يقول هاي مبالغات ما مقبولة. لا مو قضية مبالغات، هاي الروايات قاعد تبين أثر هاي السورة وثواب هاي السورة بحساب هذا العالم والعالم الآخر لكل شيء بمضاعف بعالم الآخر عالم الآخر. شون إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ناك الحسنة هم هالشكل، بس القرآن هم عبر حتى هنا بآيات القرآن في عالم الدنيا عشر أضعافها أو أكثر من والله واسع عليم. آية السنبلة مئة حبة مضاعفة شلون تصير؟ كل شيء يضاعف 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 يضاعف. ورب العالمين خالق خلقه مو حتى يعذبهم، خالق خلقه حتى يرحمهم، بس بعض الأحيان هو الخلق ما يخلون طريق لرحمتهم مع كل هاي الرحمة الواسعة. شو تسوي لهذا بعد؟ هو يسد النوافذ كلها عليه. من زار الحسين
مثلا، فله بأول خطوة كذا 1000 حسنة، ومحيت عنه كذا 1000 سيئة، ورفعت له كذا 1000. تقول ايش دعوة أول خطوة؟ من بكى على الحسين مثلا، تباوع لي، من بكى على الحسين، من أبكى فله كذا 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 كذا. من سقى الماء مثلا، أو من شرب الماء وتذكر مثلا لعن قاتل الحسين بالرواية الشريفة، من شرب الماء ولعن قاتل الحسين فله كذا 1000 حسنة، وحطت عنه كذا 1000 سيئة، وكذا درجة، وذني كل الناظرات حساب عالم آخر، ذاك العالم نظامه يختلف عن هذا العالم، أنت ليش تقيس ذاك على هذا؟ هذا عالم محدود، ذاك عالم واسع. انت هاي النصوص لا تريد تفهمها، فهمها على حساب ذاك العالم مو هذا العالم. هذا العالم النبي عبر عنه سجن الدنيا، حتى ذا موسى في الاطلاب وهي تعال شو تسولف شو تقول ما ادري، تعبتكم؟ ما تعبوا الاحبه؟ ويا شنو تقول؟ بس انا على المنبر اقول السجن، بس انا اركض ورا الدنيا وقاتل روحي على السجن، وانت هم تسمع سجن، وهم يعني ان شاء الله تموها الشكل اني، وهم هو يركض على الدنيا وقاتل روحه مثلا على الى اخره. ولو الانسان صدق يقتنع هاي سجن، لو صدق يقتنع هاي سجن حتى قناعه تصير عنده بعد، ما يتعب نفسه. اصلا هاي الدنيا اللي احنا نتقاتل على شبر فيها انا وياك، هذا الشبر الي والك، ويصير معركه بيني وبينك، ومنا يرحون 3 ومناك 4 على شبر مال تراب، تاليها نعوفه احنا وياك، اثنيناتنا نعوفه بعدين. النبي يقول هاي الدنيا مو هذا الشبر نتعارك عليه، هذا الي والك. الارض كلها النبي يقول هاي سجن، الدنيا سجن، سجن المؤمن سجن، هاي انتم مخبوصين بيها سجن، وراح تنتقلون منه من تموتون الى العالم الاوسع الرحب، ذاك العالم الكبير مو هذا، هذا عالم صغير كل صغير. وطبعا هذا الحكي النبي من يقوله صلى الله عليه واله، عالم الدنيا مو بس الارض، عالم الدنيا، الدنيا مو الارض، عالم الدنيا. انا الان اسالك بالله، هاي الارض مالتنا ك شو تعبر عنها؟ كوكب ما يسمي سمي. هاي الارض اللي هي بمجره درب التبانه كما يقول اهل الاختصاص، اهل الاختصاص في هذا المجال. وهاي المجره بها مليارات الكواكب، بعضها اكبر من الارض مليونات المرات. زين هاي مجره يقولون ضمن تريليونات المجرات اللي حولنا، كل مجره بها مليارات الكواكب والنجوم اللي بعضها اكبر من الارض مليارات المرات. انت هاي الارض لما تخليها بمجرتها بعيدا عن مليارات المجرات الباقيه، بس مجره درب التبانه، الارض شو تصير؟ ما تشوفها الا بالميكروسكوب. الارض ضمن مجره درب التبانه، ما تشوفها الا تخلي الميكروسكوب هذا المجهر تخليه بالمجهر، يلا شوف الارض هل قدوتها الارض. زين شلون اذا الارض ضمن درب التبانه، ضمن عالم المجرات اللي لا عد لها ولا حصر، درب التبانه تصير ضمن عالم المجرات، كون بالمجهر لو نشوفه لو ما نشوفه، درب التبانه كله. فاحنا شو نمثل يعني؟ يعني لا ما لا اقول حتى العلم هم اثبت هاي الحقيقه، النبي يقول هذا العالم المليء بالمجرات هذا كله سجن المؤمن. وينتقل منه الى عالم اوسع وارحب واكبر. وذاك العالم كل وضعه يختلف، قوانينه، انظمته، حساباته، كله يختلف، اكبر من هذا العالم، اكبر 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 اكبر. فانت هاي نصوصنا جايتنا تسولف عن الجزاء بذاك العالم، لا تستغربها لا تعجب منها. يعني قاعد تتكلم عن عالم هالقد واسع. ذاك العالم كله يختلف عن هذا. أنا أسألك سؤال، بالله انتبه لي أرجوك. نار هاي الدنيا، نار هاي الدنيا إذا تجيب بيها مؤمن وتذب بيها تحرقه لو ما تحرقه؟ نار، نار هاي الدنيا، هاي النار، النار. الآن أكو 5 مؤمنين ببيت
الله يبعد الشر عن المؤمنين، بيتهم احترق، صار تماس كهربائي واحترق، وهم بقوا داخل البيت يحترقون لو ما يحترقون، ها يحترقون. جيب مؤمن ذب بنار جهنم يحترق مع ذاك العالم، يحترق لو ما يحترق؟ ما يحترق. ليش ما يحترق؟ ليش ما يحترق؟ لأن نار ذاك العالم هم شنو؟ تختلف عن نار هذا العالم. نار ذاك العالم تميز هذا شنو ذاك شنو. أقول عالم آخر، عالم آخر تميز. القرآن الكريم يقول النار، القرآن يقول سمعوا شلون كذا تميزا وهي كذا تفور، أو الآية ما تحضرني، ها أحسنتم هاي الآية. القرآن الكريم يقول بهاي الآية، يقول النار مال الآخرة لما تشوف الكافر جايها تقوم تفور، يعني تستعد له. نار هاي الدنيا هالشكل لا ما تستعد الواحد، هو من يطيح بيها يتفاعل، تتفاعل وياه ويتفاعل وياها وتزود النار. أما بذاك العالم قبل لا يسقط فيها لما يجي هي تتهيأ له، تعرف تفهم تفهم هذا شنو ذاك شنو. أقول فد عالم كل شيء بيختلف، كل شيء بيختلف. نظام هسه تقول لي هذا على شنو جبته؟ قلت بحث الرفعة. نظام رفع الدرجات، القرآن الكريم يقول إيش ما هنا، وهذا الرفعة في الآخرة، هنا بحثنا الرفعة في الآخرة. القرآن الكريم يقول إيش ما هنا تسوي أعمال وتحصل على أساسها رفعة في الآخرة، رفعتك شو تكون؟ مضاعفة. ليش مضاعفة؟ لأن على حساب هذا العالم وذاك العالم، ذاك العالم، فالرفعة هم تكون أكبر وأعظم. يعني ألفت نظرك إلى نقطة كلش مهمة، كلش مهمة. البارحة احنا قلنا الله قال للحبيبة هاي ليلة شهادته، ورفعنا لك ذكرك، الله يقول للحبيبة ورفعنا لك ذكرك. قلنا والشاهد على هاي الأمر أنه الآن ماكو بلد في الكرة الأرضية، ماكو بلد، أقولها بضرس قاطع، ماكو بلد اليوم في الكرة الأرضية ما بي مسجد، ما بي حسينية يأذن أشهد أن محمد رسول الله، ما؟ هذا لما نزلت الآية بوقت نزول الآية كان موجود يوم ما كان موجود بزمن نزول الآية، هذا كان ما كان موجود، وين كان موجود؟ أشهد أن محمدا بس بالمدينة المنورة، وين كان موجود؟ الله قال للنبي ورفعنا لك ذكرك، يا محمد انت من صعود الى صعود الى ان تطوق الارض كلها، انت الان من بعد 1400 سنه من نزول هاي الايه، احنا شفنا الان الاسلام شلون انتشر، وما بقت بقعه بالارض ما بها مسلم يقول اشهد ان محمدا، هذا رفع ذكر يوم مو رفع ذكر، رفع ذكر. القران الكريم يقول محمد رفعنا ذكره بالدنيا هالشكل، بالاخره أضعاف. زين ايش راح يكون النبي بالآخرة صلى الله عليه وسلم؟ ايش راح يكون؟ طبعا انا خلي أأكد قضيهم هاي، ورفعنا لك ذكرك للآن ما متطبقة بشكل كامل، ورفعنا لك ذكرك للآن هاي الوقت اللي احنا نعيش فيه ما متطبقة بشكل كامل، بعد اكو سنين جاية تطبق بيها بشكل كامل، خصوصا اذا ظهر ابن رسول الله اللي يحكم الارض كلها بالاسلام. هناك بعد مو ماكو بلد ما بي اسم للنبي، ماكو شبر بالارض ما بي اسم للنبي، ماكو شبر بالارض ما يقول اشهد ان محمدا. فرفعنا لك ذكرك بذاك الوقت راح يكون اكثر من الان. القران الكريم يقول لنا اليوم القيامه رفعنا لك ذكرك، ويوم القيامه رفع ذكرك ودرجتك راح يكون مضاعف.
فتوقع مقام النبي يوم القيامة شنو؟ هو الآن مقامه شنو؟ مضاعف. شو راح يصير بالآخرة؟ باوعني باوعني باوعني. الحسين عليه السلام اللي احنا الآن نشرف بجواره وعند أخيه قمر العشير، الحسين رب العالمين رفع ذكره يوم ما رفع ذكره؟ رفع ذكره. هاي تشوفون الحسين العالم، ماكو بلد في الدنيا ما بي عزاء للحسين، هذا رفع ذكر. وكل ما تمشي السنون يكون أكثر رفع الذكر أكثر إلى يوم القيامة. رفع ذكر الحسين ومقامه ودرجته يوم القيامة مضاعف على هنا. فش راح يكون مقام الحسين هناك بعرصات القيامة بالجنة؟ ايش راح يكون؟ اي مضاعف يعني شنو؟ الله اعلم. هذا اذا فهمنا انا وياك، بعد ما تستغرب من تجيك رواية واردة بتراثنا الديني انه اهل الجنة بالجنة، فيشوفون نور ينور الجنة كلها، فيسألون شنو هذا النور؟ يجيهم الجواب: علي تبسم لفاطمة. هذا ورد في الروايات. إذا ما تفهم نظام ذاك العالم، قوانينه، حسابه، جزاءه، مقام درجاته شلون يكون مضاعف بالرفعة، راح تقول هسه شنو هاي الرواية بالله؟ أو شنو هسه علي يبتسم وهاي الابتسامة يطلع منها نور ينور عرفات الجنة كلها؟ شنو هالحكي هذا؟ بس إذا تعرف هذا الأمر راح المعنى يكون عندك مقبول وواضح، لأن احنا قاعد نسولف عن جزاء ذاك العالم ومقام رفعته ودرجاته الشنو؟ المضاعف كما عبرنا. المضاعف. كل شيء هناك أكبر من هنا. خلي أبين لك شيء بعد، وإحنا بليلة رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا بليلة النبي صلى الله عليه وآله، غيرنا باوعولي، غيرنا يعني غير أتباع أهل البيت، غيرنا يقولون أرجى آية في القرآن قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا موتي على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. غيرنا يقولون أرجى آية بالقرآن هاي الآية، ما أدري واضح شنو الكلام؟ أرجى آية يعني أكثر آية بيها شنو؟ بيها رجاء، بيها مغفرة، يعني حسن ظن بالله تعالى ورحمته الواسعة وأن رحمته سبقت غضبه، بحيث يقول: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا يعني مو بس ارتكبوا ذنوب، وإنما شنو؟ أسرفوا بارتكاب الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لما يتوب الإنسان. طبعا طبعا هاي لما يتوب، يغفر الذنوب جميعا لما يتوب طبعا. لا تقنطوا من رحمة الله. زين، فيقولون هاي أرجى آية بالقرآن، لأن يقول أسرفوا لا الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. وبعد وين أكو آية أكثر رجاء من هذه الآية؟ هذه أرجى آية في القرآن. هاي من يقول؟ غيرنا. غير وين يقولون هاي الحكاية؟ في كتب التفسير وغيرها. باوعلي انتبه لي. زين، تعالي لأئمتنا عليهم السلام، تعالي الأئمة عليهم السلام واسألهم، قلهم يا أهل البيت، أرجى آية في القرآن شنو بنظركم؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يغيرها، يعني أكو آية أرجى منها. أئمتنا يقولون أكو آية أرجى من هذه الآية، أكو آية شنو؟ أرجى من هذه الآية، آية تنطي أمل أكثر من هذه الآية، آية تدل على سعة رحمة الله أكثر من هذه الآية. أئمتنا تقولون
اكو شيء يقول نعم. اكو آية اكثر رجاء من هاي الآية، شنو يا أمتنا؟ قالوا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا هاي الآية أرجى من ذيك الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب جميعا، هاي ولسوف يعطيك ربك أرجى من ذيك الآية. طبعا هي هاي الآية على شنو تدل؟ ما أدري بالكم على شنو تدل؟ ها؟ شفاعة؟ صح شفاعة لمن؟ للنبي. ولسوف يعطيك يا محمد واحنا بليلت، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقولون أئمتنا هاي الآية أرجى من ذيك الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهاي الآية مرتبطة بشفاعة النبي. فتوقع النبي شقد يشفع يوم القيامة حتى يرضى. اللي أئمتنا يعتبرون هاي أرجى من ذيك، شنو مقدار شفاعة النبي لما تكون هاي أرجى من ذيك؟ زين سؤال، لما هالمعنى لما هالسعة تكون شفاعة النبي، هذا من خلاله يتبين مقام النبي ورفع درجته في الآخرة لو ما يتبين؟ ها يعني النبي ايش راح يسوي يوم القيامة؟ والله يا اخوان لو تفكرون بالأمر شيء مذهل مذهل مذهل. تعرف شنو مذهل؟ مذهل. أئمتنا يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى أرجى من آية إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأن هاي بشفاعة النبي. فتوقع النبي شقد يشفع يوم القيامة، وهذا يدل على أن الله تعالى شقد راح يرفع مقام النبي ومنزلته ودرجته، وش راح يخلي له مكانة عرصات القيامة بحيث آية شفاعة أرجى آية في القرآن وأكثر آية تعطي أمل للناس. ايش راح يسوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايش راح يشفع ابو الزهراء؟ وليش لا؟ ولسوف يعطيك، من هو المعطي؟ اكرم الاكرمين، من هو المعطى؟ قاب قوسين من المعطي، شو تكون العطية؟ يعني لما المعطي يكون أكرم الأكرمين والمعطى يكون قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى كما الإمام المهدي عبر. طبعا الدنو المعنوي، العطية شو تكون؟ عطية شو تكون؟ توقع شنو مقام النبي راح يكون يوم القيامة؟ شنو هالمنزلة؟ ولسوف يعطيك، الطريف هم يعطيك بصيغة المضارع، تعرف هاي لغتكم، يعطيك بصيغة المضارع، وصيغة المضارع دالة على الاستمرار والتجدد. ولسوف يعطيك 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 ربك فترضى. ولهذا النبي يقول من شك في شفاعتي لا أناله الله شفاعتي. طبعا أنا هقول لكم قضية بعد، أشر على قضية بعد. يعني النبي يوم القيامة ما وعد، يعني النبي يوم القيامة مثل النبي بعالم الدنيا وأكثر طبعا،
هو تجلي لرحمة الله تعالى. النبي شنو؟ تجلي لرحمة الله تعالى. ما أدري، أنا أسأل الإخوة، رب العالمين بالبسملة اختار للتعريف عن ذاته لفظ الجلالة بسم الله، ولفظ الجلالة الله هو سيد الأسماء وجامع لكل ما فيها وزيادة، صفات الجمال والكمال والجلال. بس لفظ الجلالة يوم بعد أكو صفتين خلاهم بالبسملة، الرحمن الرحيم والشكير. زين ليش اختار الرحمن الرحيم؟ هو عنده أسماء، هو عنده صفات، مثلا يختار بسم الله الرؤوف المنان، بسم الله الرؤوف المنان مثلا. ليش بسم الله الرحمن الرحيم؟ يقولون لأن الرحمن الرحيم رحمهن يتسع لبقية الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم رحمهن يتسع لبقية الأسماء والصفات، ولهذا اختارهن رب العالمين. أكبر من غيرهن، أوسع، أعظم، أثقل، فاختارهن البسملة بداية كل شيء. سؤال، وطبعا رب العالمين يقول أسمائي وصفاتي تتجلى في بعض مخلوقاتي، هو يقول أسمائي وصفاتي تتجلى وتظهر في بعض مخلوقات، مثل شنو؟ رب العالمين مدبر يوم ما مدبر، أسألكم، يدبر الأمر، مدبر الأمر، مدبر. رب العالمين يقول هذا اسمي أو صفتي المدبر تتبين وتظهر وتتجلى في بعض مخلوقاتي، فالمدبرات أمر. من المدبرات؟ الملائكة. فأنا هاي صفة المدبر اللي هي لي تتجلى وتظهر بمن؟ بذول الملائكة اللي يدبرون شؤون الكون، فالمدبرات. عافوني الأحبة لو ما عافوني، ما عافوني ايش قصار؟ بعد ربع ساعة والليلة وفاة النبي ما أقدر أطول، يعني أمر دخلي حصة لمصيبة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الله تعالى القوي، وحكى عن لسان بنت شعيب وهو أقرها على ذلك أن موسى قوي، القوي الأمين. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هو المتوفى، ولهذا غلط يقول من متوفى، غلط، الله متوفى. قول من متوفى، هاي ناسنا يقولوها من متوفى، غلط، المتوفى هو الله، الله يتوفى. قل من المتوفى، مو المتوفي، المتوفي هو الله، المتوفى هو فلان وعلان، الله متوفي. يقول يتوفاكم ملك الموت. هاي الصفة ظهرت فيه. أما نبينا، الله أظهر بيا صفة ويا صفة نبينا، باوعلي وما أرسلناك إلا شنو؟ رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. يعني يقول محمد ظهر فيه اسم الرحمن وهو سيد أسمائي وصفاتي. زين، هسه الرحمن رحمة الله الرحمانية تشمل كل المخلوقات، كلها 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 كل المخلوقات. الرحيم يقولون عناية خاصة بالمؤمنين بس. اسم الله الرحمن ظهر في نبينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة عامة. زين، الرحيم هم ظهر في نبينا، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم محمد، بالمؤمنين شنو؟ رؤوف رحيم، محمد رحيم. فرحمته الرحمانية ظهرت في حبيبه المصطفى، ورحمته شنو؟ الرحيمية الخاصة ظهرت في حبيبه المصطفى.
فرب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللي يختار بالبسملة أهم صفات الرحمن الرحيم اثنينات يقول ظهرتا وتجلتا في سيد الخلق محمد. فشقد عظيم النبي اللي رب العالمين يقول أعظم صفاتي وأسمائي ظهرت في النبي صلى الله عليه وآله. شقد عظيم هاي الرحمة تجلت في الدنيا من خلال رحمة العالمين ومن خلال في المؤمنين رؤوف الرحيم، وهاي الرحمة تجلى في الآخرة بأضعاف، بحيث أرجى آية في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. شنو هذا المقام؟ تقف العقول عاجزة عن إدراكه في الواقع، والله عاجزة عن إدراكه، العقول تقف عاجزة عن إدراك هذا المعنى. الله يرزقنا وإياكم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله، وشفاعة المرتضى، وشفاعة الزهراء، والمجتبى، وشهيد كربلاء، وبقية الأئمة النجبى. الله يرزقنا وإياكم شفاعتهم بجاه عند الله. الليلة ليلة شهادة النبي صلى الله عليه وآله، وأريد أقرأ لكم على مصيبة النبي، يعني أقرأ ما جرى على النبي صلى الله عليه وآله. ما أعرف الأحبة، الدمعة لرسول الله إلها طعم خاص، الدمعة على النبي لنا اليوم نريد نبكي سيد الخلق، سيد الخلق، سيد الخلق. الدمعة على النبي إلها طعم خاص، وإلها مكانة خاصة، وإلها لذة خاصة. مثل بكرة النبي صلى الله عليه وآله اختلى بأهل بيته، اختلى بأهل بيته، الكل طردهم، الكل طلعهم، قال علي، فاطمة، حسن، حسين، وسدوا الباب، أرد أسولف وياكم، سدوا الباب. هاي حتى فرائد السمطين وهو مصدر من مصادر الغير ينقل هاي الرواية، يقول لما فاطمة سدت الباب باوع لهم وبكى رسول الله، قام يبكي. زهراء قالت له ليش تبكي يا رسول الله، بس احنا يمك، ليش تبكي؟ قالها لما نظرت اليك اجت صورة دخول الذل الى بيتك، ولطم خدك، وكسر ضلعك، وانتهاك حرمتك، ولما نظرت الى علي ذكرت ضربته على القرن، ولما نظرت الى الحسن اجى ببالي خد كبد المسموم، ولما نظرت إلى الحسين وبكى النبي مرة ثانية. قالت لي يا رسول الله شو الحسين بكيت مرة ثانية؟ قال الحسين، الحسين شو احكي لك على الحسين؟ الحسين قصة طويلة ما أقدر أسولف. المهم بعدين قال الأمير المؤمنين علي إلي، إلي إجاني الإمام علي، قال له ضع وجهك على وجهك، يقول خلى النبي وجهه على وجه، يقول بحيث سال عرق وجه رسول الله على وجه. ثم حد علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. شنو قال النبي بعد؟ ما نعرف، هاي أسرار. المهم ثم صاح حسن إلي، حسين إلي، سقط على صدره، فاطمة إلي سقطت على صدره. قال الأمير المؤمنين يا أبا الحسن فاطمة وديعتي عندك، أمانتي عندك، فاطمة أم أبيها، فاطمة فداها أبوها، أمانها الخالها يا أمير. ولهذا أمير المؤمنين لما دفن الزهراء قال لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة، استرجعت الوديعة، خليت وديعة عندي رجعتها الوديعة. المهم بعد النبي سولف وياهم يحشوهم اضطرقت الباب، الزهراء قالت من الطارق؟ قال السلام عليكم أهل بيت النبوة موضع الرسالة مختلف الملائكة، وعليك السلام أيها الطارق. شو تريد؟ قال هوافد على رسول الله أزور النبي، جئت زائرا لرسول الله، وافد على رسول الله،
قلت له أيها الزائر أيها الوافد، رسول الله مريض يغمى عليه بين الساعة والأخرى، لا طاقة له على استقبال أحد، بس احنا أهل بيت يما اذهب رحمك الله وتعال بوقت آخر إذا تحسنت صحة النبي صلى الله عليه وآله. ذهب لاحظ هذا الطارق، وبقي النبي بين أهل بيته بعد قليل، وإذا بالباب تطرق مرة ثانية. من الطارق؟ قال: وافد على رسول الله، زائر لرسول الله. نفس الصوت. قلت له: قبل قليل اجيت وقلنا لك النبي مريض وما يقدر يستقبل واحد، اجل زيارتك الى وقت اخر رحمك الله. راح النبي. قالها فاطمة: من الذي طرق الباب؟ قلت له: وافد عليك يا رسول الله. المهم ايها الاحبة ايها الاخوة، وبقي النبي بين اهل بيته بعد قليل، واذا بالباب طرقت مرة ثالثة. من الطارق؟ وافد على رسول الله، زائر لرسول الله صلى الله عليه وآله. نفس الصوت. رادت تقول له مرتين قلنا لك النبي الآن ما يستقبل واحد، لكن النبي عاجل الزهراء قائلا: دعيه فاطمة وأذني له، فإنه ملك الموت. شلون حكي هذا؟ شو نقول الليلة؟ شلون نقرأ الليلة؟ احنا مصيبة النبي نقراها بالسنة مرة واحدة. يا رسول الله، يا سيد الخلق، يا أبا الزهراء، يا أبا فاطمة، يا شفيعنا عند الله، يا سيد الكائنات، شلون نقرأ عليك يا حبيب الله؟ ما أدري الأحبة متهيئين لمصاب كهذا؟ ما متهيئين. مصاب النبي مو مصاب سهل أيها الإخوة. نعم أيها الإخوة. قال: أذني له، فإنه مفرق الجماعات، إنه ملك الموت. فاطمة، هذا ملك الموت ما استأذن على أحد من قبل، لا نبي ولا غير نبي. لما رب العالمين يدز لقبض روح أحد يقبض روحه من دون استئذانه. أول من استأذنه ملك الموت هو أبوك محمد. الله قال: لا تقبض روح حبيبي محمد إلا تستأذن منه، فإذا أذن لك فاقبض روحه. قالت لأبويا: شلون قلب عندي وأنا أدخل ملك الموت إلى العالم؟ شلون تقول لي ذلا يا رسول الله؟ شلون قلبي يطيني يفتح له الباب ويدخل؟ هذا والله يذكرني بشيء ما ادري اجب بالكم ما اجب بالكم، هو اجب بالي هسه. الله يرحمه بالنصار، ترى هاي القصيده إله، انا راح اقرا بيت بيتين منها إله هاي القصيده. هذا يذكرني بيوم عاشوراء لما زينب جابت الجواد للحسين. تقول: لا رأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون. من ذا يقدم للجواد ولامتي، والصحب صرعى والنصير قليل. أبو علي وين نروح نرجع لك؟ الله أكبر. فأتته زينب بالجواد تقوده، والدمع من عظم الفراق يزيل، وتصيح: قد قطعت قلبي حزنا، فيا ليت الجبال تزول. ليش؟ أرأيت أختا قدمت لشقيقها فرس المنون، ولا حما وكفيل، فترقرقت منه الدموع، وقال: يا أختاه صبرا فالمصاب جليل. زهراء تقول للنبي: شلون أذل وهو ملك الموت يا رسول الله؟ قلب شلون ينطيني أذل؟ قال: أذني له يا فاطمة. قالت: سمعا وطاع يا رسول الله. فأذنت له، دخل على رسول الله، وقف بين يدي كما يقف العبد بين يدي مولاه، قائلا: السلام عليك يا رسول الله.
السلام عليك يا حبيب الله، لقد أمرني الجليل ألا أقبض روحك إلا بإذنك يا رسول الله، هل تأذن لي بقبض روحك؟ قال امهلني قليلا يا عزرائيل حتى ينزل إلي أخي جبرائيل. نزل جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: تزينت الجنان لاستقبالك يا أبا الزهراء يا سيد الخلائق. تكلم مع النبي، النبي أوصى عليا بوصاياه، عهد إليه بعهده. بعد جبرائيل شنو كان لما نزل على النبي؟ قال له: يا رسول الله، هذا حنوط من الجنة أمرني الجليل أن آتيك به، حنطوك به. يا رسول الله، تزود منا بقية لابنتك فاطمة، وتزود من فاطمة بقية لعلي، وتزود من علي بقية للحسن. وسكت جبرائيل. النبي صلى الله عليه وآله التفت الأمير المؤمنين قال له: إلي يا أبا الحسن، ليش بكيت؟ ليش بكيت؟ أنا ما قلت شيء. كبتها. النبي قال لأمير المؤمنين: إلي جاء علي. قال له: هذا حنوط جاب جبرائيل من الجنة يا علي، حنطني به، يزود منا بقية إلك وبقية للزهراء وبقية للحسن. وسكت رسول الله. الحسين واقف بصف أم الزهراء. حرك ثوب أمه، باوعت له، قالت له: نعم حبيبي. قالها: وآني ما إلي من حنوط الجنة؟ شو أنا ما حد جاب اسمي لا جبرائيل ولا النبي. زهراء قالت له: يا رسول الله، الحسين يقول وأنا ما إلي. قال الحسين: ما يحتاج عنه. ويلي عليك يا أبا عبد الله. ولهذا زينب يوم العاشر قالت: لا تابوت عندي يا أخوي. قالت: لا تابوت عندي ولا قبر محفور، لا ماي وسدر يا حسين، لا كافور يا أخويا، لا كافور، لا كافور، نايم على الرمل والرمل حار يفور. أويلي عليك يا أبا عبد الله، أويلي عليك يا أبا عبد الله. المهم أيها الأحبة، أوصى النبي وصاياه وعهد إلى علي عهده صلى الله عليه وآله، ثم صاح فاطمة: أستودعكم الله يا علي يا فاطمة يا حسن يا حسين، أنا ماض لربي ألتحق. ثم قال: لو دعتكم الله. قال للأمير المؤمنين: فاطمة وديعة عندك يا أبا الحسن. ثم قال لملك الموت: قد أذنت لك. فقبض روحه، رحم الله من نادى ومحمدا. رحم الله من نادى وسيدا. أيوة مظلومة يا الزهرة، وقعت على صدر أبيها: بويا بس غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشر علينا، اجانا الصهاكي وشياطينا. يا بويا، يا جماعة، اللي يموت أبوها ثاني يوم يهجمون على بيتها، صايرة يحرقون بيتها ثاني يوم، بنية يموت أبوها اليوم يحرقون بابها ثاني يوم. ولهذا الزهراء قالت له: بس غاب شخصك يا ولينا، علقت رواية الشر علينا، إجانا الصهاكي وشياطينا، بويا وياهم حطبهم شايلينا، أنا ليه طلعت ولا وحزينة.
قلت ليش عندك جاي لينا وكل يوم قلبي ملوعينا بويا من شافني المشرك بدينا ردني وصطار خدي بيمينا بعد شو تقول الزهراء تقول عادة تفقد ابوها يجون هيجون هالناس وعلى مصابها يواسون حكي عدل يوم مو عدل عمي التفقد ابوها يواسوها لو ما يواسوها البقى براسك عظم الله اجرك مو يا لا بويا عادة التفقد ابوها يجون هالناس وعلى مصابها يواسونها ياهي مثل دارها يحرقونها بويا ياي مثل دارها يحرقونها وعلى دمعة عينها يسطرونها سيدتي هذا ترى صار مرة ثانية مو بس وياك من بعدك هذا صار وين صار بنات الحسين كتلوا أبوهن حرقوا الخيم عليها صار بنات الحسين ذبحوا أبوهن يجي واحد يسحب التركية من إذن بنت الحسين ويخلي الدم يسيل بنات الحسين ذبحوا أبوهن وداشوهن بالخيول وضربوهن وشتموهن صار هذا وبقت وحدة من بنات الحسين هاي لما بالليل ليلة 11 بالليل المغرب قال لو عمر ابن سعد ذني النسوان إذا ما تطيهن ما يموتن الليلة كلهن وما تقدر تشبيهن للكوفة ترى انطوهن ماي خيعيشن جابولهن ماي وهن عطشانات يومين ثلاثة ما شربات ماي هذا ابن مسلم يقول هاي فاطمة الصغيرة بنت الحسين الزغيرة يقول اطاها الماي وهي عطشانة ما شارب ماي قام تباوع للماي قلت له علوية اشربي انت عطشانة يقول ما ترضى تشرب علوية اشربي يقول قلت لي ابويا من يا جهة واقع وين واقع ابويا الحسين يقول قلت لها من ذاك الصوب يقول ركضت وطاسة الماي بيده قلت له وين رايحة قالت انا اشرب لذيذ الماي حاشا يا بحاشا واهلي قضوا كلهم عطاشا والله عطاشا 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 حسين الرمل صاير براشا